السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. أسس العناية الرعاية الطبية المنزلية يقدمون أفضل خدمات التمريض المنزلي ويجونكم إلى باب البيت. يقدمون الرعاية التامة لكبار السن والأطفال حديثي الولادة. عندهم أغلب وجميع الخدمات الطبية من خدمة التمريض المنزلي، الرعاية الصحية لكبار السن، أيضا تقديم الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة، أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا خدمات العلاج الطبيعي والرعاية الصحية بإذن الله تعالى. هذه أرقامهم وبنزل لكم كامل تفاصيلهم وخدماتهم بإذن الله في السنابات القادمة. احفظوا أرقامهم، تواصلوا معهم، يجونكم إلى باب البيت بشكل كامل ويقدمون لكم جميع الخدمات الطبية وأنتم في منازلكم. الله يوفقنا وإياكم. من اليوم لا تشيل هم، أسس العناية للخدمات الطبية المنزلية نقلت الرعاية الطبية لباب بيتك. يعني من اليوم راح تلاقي تمريض محترف ومدرب في خدمة أي شخص مريض أو من كبار السن وبدون مغادرة المنزل. خدماتنا الطبية المنزلية تشمل تأجير ممرضات منزلية، جلسات العلاج الطبيعي، غيار وكمادات للعمليات الجراحية، أخذ عينات فحص للتحاليل. مو بس كذا، وفرنا لكم زيارات منزلية لأطباء ذوي خبرة عالية جدا. تواصل معنا الآن وخلك دايما بصحة وأمان.